في ختام مشروع ذكاءات الذي أقيم في مجمع الأمل في مدرسة محمد عارف قدمان. هدف المشروع هو اكتشاف وتنمية المهارات والذكاءات لدى الطلاب. تم المشروع واستهدف 188 طالب وطالبة، تمت تقوية ذكاءاتهم ومهاراتهم في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، بالإضافة للورشة الإلكترونية. وكانت الحلقة الأروع في ألعاب الذكاء التي تنمي لدى الطلاب قوة الملاحظة، قوة التركيز، دقة الاختبارات، توقع المستقبل من خلال بعض الألعاب الذكاء. تم اكتشاف مهارات في اللغة الإنجليزية بعض الطلاب خلال هذه الفترة، حفظ أكثر من 1000 مفردة في اللغة الإنجليزية، كان اكتشاف من قبل معلم اللغة الإنجليزية. ورشة الذكاء الصناعي كانت ماتعة وشيقة جدا لدى الطلاب. هناك تمت عدة مشاريع، مشروع إشارات المرور، مشروع التحكم عن طريق جهاز حساس المسافة. كانت فكرة جميلة جدا من المعلم وكانت ماتعة جدا لدى الطلاب. هاي الألعاب بتنمي مثلا قدرة الذكاء وقدرة الحساب وقدرة يعني كل لعبة لها تخصص شيء، وأول ما كنا نعرف هيك ألعاب ويوم جينا على المشروع هذا تعلمناها. الشغلات اللي بتشتغل اوتوماتيكي ما كنا نعرف شلون تشتغل، الحا تعلمنا شلون تشتغل، واي دارة كهربائية فينا ننفذها بهذا المشروع وتعلمنا.